وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف دكتور رندا حمزة مساعدة وزيرة التعاون الدولي. دكتور رندا، بعد تحية، غدا إن شاء الله تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، كيف تسهم برأيك مناقشات المؤتمر في وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة؟ مساء الخير. هو طبعا زي ما احنا عارفين ان غدا ان شاء الله هتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي، واحد المحاور المهمه جدا في هذا المؤتمر هو تمكين القطاع الخاص او دور اكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لانه طبعا محرك اساسي للنمو. وطبعا من خلال الشراكات الدوليه والمؤسسات الدوليه، وكان لسه في التقرير بيبين قد ايه البنك الدولي متابع عن كسب للاقتصاد المصري وبيقول النظرة المستقبلية بتاعته، فإحنا بنحرص على التعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع الدول الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري عن طريق تمويلات بيتم جزء كبير منها بيتم توجيهه إلى القطاع الخاص عن طريق آليات مختلفة. بعض هذه الآليات بتكون زي خطوط ائتمان مباشرة للشركات الكبرى أو خطوط ائتمان للبنوك المصرية وبتعيد إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، وطبعا دعم ريادة الأعمال، بالإضافة طبعا إلى الدعم الفني والاستشارات اللي بيتم تقديمها للقطاع الخاص وخاصة في المجالات الجديدة والبحث والتطوير. نعم دكتور رندا، المؤتمر بيشارك فيه نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين في الاقتصاد، إلى أي مدى من وجهة نظرك يمكن ترجمة هذه الأفكار على أرض الواقع ووضع حوافز للمستثمرين لزيادة الاستثمارات ولجذب المزيد من المستثمرين؟ هو أهم حاجة في تحديد الرؤية المستقبلية بيكون الحوار الشفاف والمفتوح ما بين الأطراف الفاعلة. وعلشان كده زي ما قلنا المؤتمر بيجمع صانع السياسات مع القطاع الخاص مع القطاع المصرفي مع شركاء التنمية الدوليين، لأن بيبقى تجمع هذه الخبرات في مكان واحد وتبادل الرؤى هو اللي ممكن يؤدي إلى صياغة سياسات أقرب إلى أنها تحقق الهدف المرجو من المؤتمر. نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذة رندا حمزة مساعدة وزيرة التعاون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف في نشرة السادسة. شكرا جزيلا لك.